بسم الله الرحمن الرحيم. للتجربة بتاعتي فيها دي كونكيف ميرور اللي بستخدمها علشان اجيب الريفراكتيف اندكس بتاعت السائل الاول، وهستخدم عندي في التجربة بتاعتي سهم زي اللي انا شايفه. لو ملاحظ هو ليه لون من ناحية وفي الناحية التانية ليها لون تاني، بيتثبت ورا بمسمار التثبيت اللي موجود. التجربة بتاعتي أول حاجة ببص برفع السهم فوق خالص وأحط الكونكيف ميرور بحيث إن أنا أشوف صورة السهم المقلوبة اللي هي السودة دي، أشوف صورته في الكونكيف ميرور. هلاحظ إن صورته اللي أنا شايفها صغيرة، أبدأ أنزل زي ما انا شايف كده، ابدا انزل لحد ما الاقي صوره السهم اللي انا شايفها قد السهم نفسه. ممكن اظبط المرايه اللي تحت علشان اشوف الصوره واضحه. زي ما هشوف دلوقتي دي صورته زي ما انا شايفها في المرايه. طبعا في الاول انا ملاحظ ان انا شايف السهم وصورته، بس الصورة صغيرة والسهم شكله كبير. فانا اللي انا بعمله ان انا بقعد انزل السهم لتحت، بفك طبعا بقعد انزل السهم لتحت لحد ما الاقيهم تقريبا هما الاتنين نفس الطول. ممكن عشان اظبط الصورة بتاعته أبدأ أحرك ده من هنا. ممكن أنزله سنة كمان. دلوقتي أنا ملاحظ ان تقريبا السهم قد صورته. لما اجي يمين وشمال الاثنين بيتحركوا قدام بعض. لما احط السن قدام السن لو جيت يمين او شمال الاثنين بيتحركوا قدام بعض. لو في اي طول تاني هيبدا يحصل ما بينهم شيفت. ابدا بقى اقيس الطول بتاعي ده اللي انا هسميه ال اير. اجيب مسطره واحطها من سطح المرايه لحد السن بتاع الأرض زي ما أنا شايف كده. ثلاثة وثلاثين وثلاثة من عشرة. بعد كده هجيب السائل بتاعي اللي أنا عايز أجيب الريفراكتيف إندكس بتاعه، أحطه على المراية فهشوف صورة السهم صغير. برضو هنزل السهم لحد ما الاقيه توصل قد صورته زي ما هشوف دلوقتي. اول حاجه لاحظتها لاحظت ان صوره السهم صغرت. لو جيت بصيت كده قدامهم اجي احركهم يمين او شمال الاقيهم بيحصل شيفت، ما بقوش هما الاتنين بيتحركوا قدام بعض. ابدا اعمل ايه؟ ابدا انزل السهم واحده واحده. تقريبا لسه في شيفت بيحصل، انزله كمان. تقريبا دلوقتي قد بعض. لما بتحرك بلاقي السهمين بيتحركوا مع بعض بنفس الاتجاه، يبقى هو ده الطول بتاعي اقيسه. هجيب المسطرة واقيس الارتفاع ده دلوقتي من سطح المراية لحد السهم، ده هسميه ال ليكويد، اشوفه بكام واقسم ال اير على ال ليكويد عشان اجيب الريفلكت.